بسم الله الرحمن الرحيم. المحرك الديزل اللي أمامنا الآن هو محرك كاتر بيلر طراز 3126، مركب على ونش ناشولن كابينة استرلينج. وحدات الحقن المركبة على هذا المحرك الديزل بها مشاكل كثيرة، منها غياب الدوارة أو التشغيل، وهذه الرشاشات تعمل بضغط الزيت لفتح الجاز مع تنظيم الوقت من خلال الكارتة الإلكترونية، والتي تعمل بواسطة الحساسات المغناطيسية من خلال ضبط تروس الوقت للمحرك. وتلف هذه الرشاشات أوقات كثيرة تكون بسبب تلف في بلف راجع الزيت الموجود بالرشاش، أو تلف في الكويلات المنظمة لوقت الحريق، أو تلف في الكباسات أو الفواني الموجودة بالرشاشات. ولذلك سنقوم بتغيير هذه الرشاشات القديمة برشاشات أخرى جديدة. وعليك يا أبو سامة. خذ مصطفى. صباح. تبدأ إيه ترفع الرشاشات كلها؟ خذ مصطفى سريع معاك. ركن لي كده، بص كان في كرتونة كلها حمل عندي وكرتونة، رومبو كله. حمل القديم ده كله. هذه الطلمبة تعمل بوظيفتان في آن واحد. الوظيفة الأولى هي تزويد وتقوية ضغط الزيت داخل الرشاشات حتى يتسنى للرشاش فتح الجهاز للكباسات والفواني داخل الرشاش، ويعتمد الدوارة عند إرسال الإشارة من الكارتة الإلكترونية. أثناء فتح الكونتاك أي وصول الكهرباء للمحرك، ترسل الكارتة إشارة للسنولايت أو كما نقول نحن البطال، وهو بادئ التشغيل ونهيه. بعد فتح الكونتاك ووصول الكهرباء إلى الكارتة، ترسل الكارتة إشارة للسنولايت بفتح مسار الزيت للرشاشات. حينها يبدأ المرش بالتشغيل وتقوية ضغط الزيت للرشاشات أثناء الوظيفة الأولى للطرمبة، وهي ضغط الزيت لفتح جهاز الرشاشات. تعمل أيضا الوظيفة الثانية، وهي تحضير الميكانيكي للجهاز بواسطة كباس تحضير داخل الطرمبة. هذه الفتحة في الرشاش هي فتحة مسار الجهاز. هذه الفتحات بالرشاش، الفتحة السفلية هي فتحة دخول الجهاز، والفتحة العلوية هي لضغط الزيت، وهذه الفتحة لراجع الزيت المضغوط من طرمبة رفع الزيت للرشاشات بقدر موزع على الست رشاشات. الفتحة دي وكمية الراجع بتبقى محدودة، بتخرج من هنا المسمار ده بيركب هنا كده، وبتيجي دي الفتحة دي بتبقى عاملة عليه كده، مقفل عليه كده، وانت رابط من تحت مقفل عليه كده علشان بس الزيت يبقى محكوم ورجوع لتحت. وهنا المسمار ده دلوقتي هنبدأ نركب في الرشاشات. الرشاش لي عدلة وقلبة. هنبدأ رقم واحد، نمرة واحد بالذات علشان المسمار بتاعه، علشان المسمار بتاعه مزنوق ده، هو هنا نمرة واحد بالذات هو الوحيد اللي ايه يعني في زنجة، فأنا بضطر بنزله بالمسمار بتاعه. هنا زي ما احنا قلنا اهو، ادي فتحة، ادي الفتحة دي فتحة البيان بتاع الزيت او الراجع بتاع الزيت، والمسمار ده بيبقى هنا كده من فوق كده، وبننزل. طبعا هو اصلا الرشاش جاي جاهز مزيت حوالين الكاوتش وكل حاجه تمام. نقول بسم الله.
هنريح الشاشة الأول وبعدين ندوب عليه ونجيب المصمم بالظبط زي كده. انت ماشي احنا نزلنا المصمم كلها عملية تبيض كده بس المسمار نزل لازم نزل كلها كل المصمار شنو وخلاص جديد لا شاشة مش هيك كاس الغرفة كلها ده عم فرق كده لما بيجي يفت تمام احنا كده خلصنا هنركب الفيش لا 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 بل في راجع جاز مركب على رأس وش السلندر التابع لهذا المحرك. Thank you.